والثالث السؤال الثالث جزاكم الله خير، أريد شرح آية وقول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه، كل ما أمر به الرسول يؤخذ وكل ما نهى عنه يترك، لأن الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وهذا وإن كان سبب نزوله في الصدقات إلا أنه عام في كل ما أتاه الرسول من الأقوال والأفعال والتشريع، فإنه يجب قبوله والأخذ به لأنه مبلغ عن الله. وهذا فيه دليل على حجية السنة النبوية وأنها حجة يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن. نعم.